اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. الحقيقه في حاجه مصريه بتحصل هي مبهره، مبهره مش ان انا بمدحها، لا طبعا ده انا بحاربها، بس هي مبهره في كثرتها، في قدرتها على انتاج كل هذا الكم في ساعات قليله جدا. انا بكلمكم عن ماكينه اطلاق الشائعات في مصر. الحياة مبهرة، مبهرة، لازم تقف يا نهار ابيض، انتوا قادرين تطلعوا كل هذا الكم من الشائعات في وقت قصير جدا وتنشروه قوي كده وينتشر. سبحان الله، حاجة في منتهى الغرابة، ان احنا المفروض في وقت المعلومة فيه كنز، المعلومة فيه كنز، وان المفروض ان احنا شعب اصبح عنده قدر من الوعي وقدر من التفطن وقدر من الادراك. خلاص ما بقاش يضحك علينا، بقى ضحك علينا كتير، ضحك علينا كتير وقال لك مش عارف من كتر الايه كذا. فالمفروض ان احنا بقى فوقنا واعيين، ودلوقتي نبقى نشم كده ريحه الكدبه نشمها، ومع ذلك ماكينه الشائعات شغاله واحنا وراها شغالين. الله ينور. شير شير شير، عارفين الزرار اللطيف اللي على الموبايل او على الكمبيوتر بتاع شير ده، شير يعني شير المعلومة وانت مش متأكد منها فبقيت انت كمان مصدر ليها، وللأسف مصدر كاذب كمان ليها. مجموعة من الشائعات طلعت خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا ومش عارف برضو جابوها منين. مثلا يعني بقول لكم بس يعني بشكل كده عام مش حصري يعني. ومعظم خدوا بالكم الشائعات اليومين دول متعلقه بايه؟ متعلقه بالتعليم. ليه؟ عشان تكسر حاله التفاؤل اللي موجوده عند الناس بسبب الخطوات اللي حصلت في الايام الاخيره لتطوير التعليم، منها بدايه الدراسه في هذا السمستر بالمناهج الجديده وبالاشكال الجديده، منها تسليم التابلت المدرسي لاول مره لطلاب اولى ثانوي، فبقى فيه تطوير وتكنولوجيا ويعني حاجات حلوه كتير. فطلعوا اشاعه قال لك انه اجهزه التابلت اتسرقت من مدرسه ثانويه في كفر الشيخ مش عارف ايه، و12 جهاز تم مش عارف ايه سرقتهم، كل ده كنافه بالقشطه. قال لك ان هم خدوا بالكم هيجبروا الطلاب بتاع المنازل على شراء التابلت وبفلوس غاليه، وده تحميل مش عارف ايه وحرام وبتاع، مفيش كلام من ده، كنافه بالقشطه. قال لك بقى زياده انه هيعملوا زي موحد للمدرسين اجباري، زي موحد للمدرسين اجباري، زي موحد للمدرسين دي تمشي، كل مدرسة عايزة تعمل كده تمشي، كل مديرية تعليمية عايزة تعمل كده تمشي، لكن اجباري في رأيي ما تمشيش. ما تمشيش ليه؟ لان مش هو ده تطوير التعليم، مش هو ده، حتى لو هو ده واحد من اخر كماليات تطوير التعليم مش عندنا، لان احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا هادي، لسه بنقول هنطور التعليم في المضمون في المحتوى، هنسيب كل ده ونبص في زي المعلمين والمدرسين. وابتدت تنتشر صور زي ما انتم شايفينها كده، خلاص حطوا اليونيفورم بتاع المدرسين، الاولاني خالص الرمادي ده معلم مدرس عادي، البني معلمة مدرسة، الزيتي ده ولا مش عارف لونه ايه، زيتي بتهيالي او بترولي، ده الاداري، والازرق اللي ورا ده خدمات معاونة. ومش عارف ليه شاكك في الموضوع ليه، لان مستحيل زي الخدمات المعاونة يبقى اشيك منهم كلهم، يعني احلاهم قصة ولون هو بتاع الخدمات المعاونة، فمعقول يعملوا خدمات المعاونة اشيك من زي المعلم؟ مش عارف. وقال لك انه ده خلاص جاهز وهيتم تعميمه، ومفيش مدرس هيخش الفصل بعد كده الا هو لابس اليونيفورم. ده زكاة العيال نفسها بتلبس اليونيفورم. خلونا بقى احنا هنضحك على بعض. العيال نفسها ما بتلبسش اليونيفورم. وفي بعض المدارس الحكومية تشوف شكل العيال اللي فيها تحس ان هم مالهمش علاقه ببعض، مالهمش علاقه ببعض، بسبب كل واحد لابس اللي هو عاوزه. فيعني اذا امرت ان تطاع فامر بما هو مستطاع. فعشان تطلع الشائعه دي وتبقى عايز يعني تتحقق منها وتقول انها صح ومش عارف ايه،
منين؟ منين يا عم الحاج؟ منين يا عم الحاج؟ الحمد لله على كل شيء، بس ادعوا بس ان الخطوات اللي بتحصل في التعليم دي تؤتي ثمارها وعيالنا دماغها تنضف، دماغها كده تنضف من الافكار المعششة فيها والصم والحفظ والبلاوي اللي كانت موجودة والحشو اللي ملوش لازمة وبتاع، وانها صدت من قلة التفكير لمجرد ان عيولنا عيالنا عقولها تفكر، ده في حد ذاته نعمة كبيرة. فادعوا بس انها تتم، ادعوا بس انها تتم. بالمناسبة واحنا بنتكلم عن التعليم، معلش بقى يعني انتوا عارفين الكلام بيجي بعضه، في حاجات كده بتبقى واقفة هنا لازم اقولها لكم. انا خلاص مش هاخد حاجة تاني، هقفل بالموضوع ده. وما انا اهو بنلم اهو العدة اهو، هنرش قدام المكتب زي الفل كده، مش فاضل دقيقتين. اسمعوا ووعوا، لقطتين هقوله لكم ليهم علاقة بالتعليم عشان تعرفوا يا مسؤولين عن التعليم انتوا مسؤولين عن حاجة مهمة ازاي قوي، واللي بيكسروا دلوقتي في المقاديف واللي بيحاولوا يحاربوا تعرفوا الجريمة اللي هم بيعملوها في حق البلد كلها مش في حق التعليم بس. في وقعتين، الوقعة الاولى لوحة جدارية كبيرة، لوحة جدارية كبيرة محطوطة على باب احد الجامعات الكبرى او احدى الجامعات الكبرى في الارجنتين او في البرازيل، مش استنى برازيل يا البرازيل يا الارجنتين، المهم بلد فيها كرة حلوة. الجدارية الكبيرة دي مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها كده: اذا اردت ان تدمر بلدا فليس عليك ان تشن عليها حربا، يعني مش لازم تشن عليها حرب، ولا عليك ايضا ان تغرقها بالمخدرات، يعني مش لازم تبذل مجهود وتهرب مخدرات عشان تكيف العقول، مش لازم، ولا حتى ان تطلق عليها الفيروسات السامة. فاكرين كان في حاجة زمان اسمها الجمرة الخبيثة ومش عارف ايه وبتاع. كل ما عليك هو ان تدمر التعليم فيها فتصنع اجيالا جاهلة باسم العلم. اجيالا جاهلة باسم العلم يعني اجيالا اسمهم متعلمين، ما هو دخلوا مدرسة وخدوا شهادات لكن هم في الاصل جهلة. فالنتيجة انه المتخرج ده الطبيب يقتل المريض وهو بيعالجه لانه جاهل، والضابط لا يحسن عمله لانه جاهل، والمهندس تتهدع مراته لانه جاهل، والمحامي يخسر قضاياه لانه جاهل، وال فيصبح كل المتخرجين اللي تحت اسم المتعلمين وهم لم يتعلموا شيئا فاشلين. الجدارية اللي موجودة في امريكا اللاتينية دي معناها اذا كنت عايز تدمر شعب اديله تعليم سيء وسيبه هيطلع اجيال مدمرة وتدمر الاجيال اللي بعدها. دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مساء الخيرات يا دكتور. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. ازاي معاليك يا فندم؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. يعني انا طبعا بخلاف ده انا كنت بكلم السادة المشاهدين دلوقتي عن اهمية التعليم وقيمة الدفع اللي احنا المفروض ندفعه وراء حركة تطوير التعليم اللي بتحصل دلوقتي، والجريمة الكبرى اللي بيرتكبها البعض اللي بيحاول ان هو يكسر المقاديف او يطلق الشائعات او كذا. بس الحقيقة انا كنت بقولت ان حركوا في الوزارة محظوظين قوي لان انتوا خدتوا نصيب الاسد من الاشاعات خلال ال 48 ساعة او الاسبوع اللي فات. لا، والسنة اللي فاتت كلها احنا الاول. صحيح. هي معالي الوزير القصة انه كل هذا التكثيف من الشائعات، احنا كنا كلمنا الاسبوع اللي فات عن الاستهداف وانه محاولة تشتيت الانتباه عن الخطوات اللي بتحصل، بس في حاجات بتبقى مقصودة جدا، يعني زي مثلا اللي حصل دلوقتي حوالين فكرة الزي الاجباري للمدرسين والمعلمين. يعني هو ما فيش موضوع اصلا، هو ده الغريب. هو يعني في محافظة السيد المحافظ قرر يجرب فيها حاجة، وتعرف التعليم إدارته لا مركزية، فالسيد محافظ الوادي الجديد عنده أرقام صغيرة ففكر في فكرة توحيد الزي. هي فكرة نظرية مش وحشة، كل في شرائح كتير قوي في المجتمع يعني لابسة زي القضاء. ايوه بس احنا فين والكلام ده فين؟ ده احنا لما نفنش يا دكتور.
لا والله، هو في حاجات ممكن تتعمل قبل حاجات او مع بعض، مش دي القضية، بس يعني الموضوع لا يستحق الجدل ده كله. هو عمل تجربة احنا ملناش دعوة بيها خالص حقيقة، سمعنا عنها زيكم بالظبط، والراجل طلع اتكلم عليها تختص بالوادي الجديد، يعني لا في خطة عندنا ولا ده موضوعنا لا اجباري ولا زي موحد ولا تعليمات ولا حاجة خالص، فما فيش حاجة نهائيا احنا بنسمع عنه في الجرائد زي ما حضرتك سمعت عنه. تمام. طيب النقطة الثانية يا فندم، ودي اعتقد ده نقطة مهمة لها علاقة بطريقة ادارة المنظومة، احنا سمعنا انه هيتم التعاقد على مدرسين مؤقتين، والحقيقة مش عارف الرقم 40,000 او حاجة كده يا فندم، لا اكتر، حوالي 60. 60,000. طيب القصة دي دايما انا بقول لحضرتك بقى، انا في التعليم على الاقل متابعة اعلامية ليها قبل حضرتك هنا في البرنامج من التسعينات، الحقيقة القصة دي دايما مسار صداع، عشان اولا المسابقة وطريقة الاختيار والناجحين ومش الناجحين واتهامات بالكوسة، وحتى الكمبيوتر في مصر متهم بالكوسة وانه كمان بيعمل نوع من المحاباة، ثم يقول لك طب انت خدتني هتثبتني امتى، تقول له لا ما انا واخدك مؤقت، تقول لك طب مؤقت يعني طب انت سيبتني شغلي، وشغل بقى كبير، دائرة طويلة من الصداع لا حد لها. والله بص احنا يعني لو اي حد اتحط مكاننا هيبقى بين نارين، يعني نعمل الناس هتزعل، ما نعملش الناس هتزعل برضه. احنا عندنا عجز في المعلمين وصل، وسوء توزيع في المعلمين، لما لا وما عندناش معلومات دقيقه، فاحنا بقالنا سنه بنجمع المعلومات الدقيقه لحد ما وصلنا للعجز والزياده في كل مدرسه في كل تخصص، وده انجاز لوحده ان يبقى عندنا قاعده البيانات دي. فلقينا ان احنا محتاجين 98,000 عشان نقضي على العجز تماما، عن طريق انهاء الانتدابات اللي كانت يعني مستشريه، ان الناس كلها بتفضل بدل ما يبقى معلم في الفصل يروح يقعد ورا مكتب ويمشي الساعه 12 وياخد مكافئات الامتحانات ومكافئات المعلم ومكافئات الاداري مع بعض. تمام. فاحنا وقفنا كل ده ورجعناهم، فكده خفضنا المطلوب حوالي 38,000، فدول كلهم رجعوا، وطبعا ناس كتير جدا بتطلب تظلمات، احنا عاوزين نرجع تاني مش عاوزين نبقى معلمين، دي اول حاجة. الستين اللي فاضلين بقى كان لازم نستعين بحد، والتعيينات موقوفة في الدولة، صح، ما نقدرش نزود في الجهاز الاداري، صح، ولا في موازنة، فاحنا اجتهدنا ووفرنا ما يكفي لسد العجز في الترم الثاني عن طريق مواردنا الذاتية. طبعا اضطرينا نحط الحد الادنى للاجور للاسف، لان ده اقصى حاجه ممكن نعملها، اللي هو 260 مليون هيتصرفوا في الثلاث اشهر دول، وقلنا بمنتهى الوضوح دي وظيفه مؤقته جدا في تخصصات مؤقته في اماكن ما، وبتتعمل على مستوى الاداره، يعني صحيح. الاداره في كل محافظه، صحيح، احنا مسيطرين عليها مركزيا عن طريق الكمبيوترز بحيث ما يحصلش اي نوع من الاستثناءات، وعشان كده قلنا ممنوع المديرين او القيادات تجيب قرايبها، عشان كده بنطلب القيد العائلي والقرابة، عشان كانت العملية زمان فيها يعني مجاملة كتير قوي قوي، مفهوم، وبالتالي قلنا لا احنا عاوزين معلمين اكفاء. طبعا حكاية التثبيت ما وعدناش بيه، احنا كتبنا بمنتهى الوضوح دي مؤقتة 3 شهور بهذا الرقم، عشان ما حدش يرجع يقول اللي حضرتك قلته، فده تمام. مش تعيين دائم، لا لا، انا ابشر حضرتك بس معلم عايزين ان هم هيقولوا، انا بس يعني بقول لك التجارب السابقه انهم فين وماضيين وفي نهايه العقد بيقولوا. طيب بص انا معايا مكالمه الحقيقه مهمه جدا يا استاذ تامر، اضطر اسيب. طيب لا 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 يا فندم، لا يا فندم، اتفضل اتفضل، ان شاء الله يكون خير ان شاء الله، اتفضل يا فندم، اتفضل. تمام. طب مش هنستنى لما نطمن على معالي الوزير؟ طيب تمام، خير ان شاء الله. ختام الكلام، ودي الواقعة التانية اللي كنت بكلم حضراتكم عليها قبل، انا قلت لكم خلاص الواقعة بتاعت الجدارية بتاعت امريكا اللاتينية. انجيلا ميركل المستشارة الالمانية من سنة ونص كده، سنتين تقريبا، سنة ونص تقريبا، عملت زيادة في مرتبات المدرسين والمعلمين اللي هم الحكوميين التابعين للحكومة الالمانية، وما زودتش معاهم لا القضاء ولا الضباط ولا المهندسين ولا كذا التابعين للحكومة الألمانية برضو. فالمهم حصل شوية غضب كده، وفي أحد المؤتمرات اللي حاضر فيها بقى أطياف المجتمع وكذا، وقف أحد السادة المهندسين اللي بيشتغلوا في الحكومة الألمانية، وقف قال لأنجيلا ميركل كده، قال لها يا سيادة المستشارة، بالألماني طبعا، يعني سيادة المستشارة
اللي حصل ده في ظلم وفي تحيز، احنا كلنا موظفين في الحكومة، فازاي تزودي مرتبات المدرسين والمعلمين وما تزوديش مرتباتنا احنا كقضاء وضباط ومحامين ومهندسين؟ فردت عليهم بجملة واحدة وهي ختام كلامها وكلامي، قالت لهم: كيف أساويكم بمن علموكم؟ تصبحوا على خير.